اسمحوا لي ان انا يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا نعمة، خصنا بهذه النعمة، يعني نعمة العقل والخيال. العقل والخيال ما ادهاش هذه النعمة لأي حد من مخلوقاته غير الإنسان. فتعالوا نتخيل مع بعض كده ونسأل سؤال بعد إذن حضراتكم سريع، أنا هحاول أسرع بسرعة. يعني كم تكلفة حرب غزة من يوم 7 أكتوبر 2023 إلى يومنا هذا؟ تكلفتها كام؟ تكلفتها ماديا وتكلفتها بشريا، الخسارة البشرية يعني. تكلفة الصواريخ اللي طلعت يوم 7 من حماس لإسرائيل كام؟ تكلفة طلوع الطيارات من إسرائيل والدبابات والقصف وإبادة الفلسطينيين قد إيه لحد دلوقتي؟ تكلفتها كام؟ تكلفة حضرتك إبادة الفلسطينيين والعمارات والمساجد والكنائس والمستشفيات وكم كبير من الأحياء اللي تم تدميرها دي تكلفتها كام؟ تكلفة حاملتين طائرتين، يعني حاملات طائرات، 2 حاملة طائرات حضراتكم من أمريكا لغاية البحر المتوسط تكلفتها كام؟ تكلفة خسارة الاقتصادية لإسرائيل وفلسطينيين تكلفتها كام؟ تكلفة إبادة البشر من الجانبين والاعتداء وقتل المدنيين من الجانبين تكلفتها إيه؟ عمرها طبعا ما ليها تكلفة، ده البشر، ده الإنسان اللي ربنا خلقه. وهذا القتل من 3000 وشوية، من 7 أكتوبر لحد يومنا هذا 3000 وشوية طفل فلسطيني بيتقتلوا، تكلفة الحاجات دي ايه؟ تكلفتها كام؟ تكلفة حضرتك انك انت كم كبير من اجتماعات الأمم المتحدة وسفر حضرتك الرؤساء والملوك مثلا لمؤتمر السلام في القاهرة في العاصمة الإدريجية كام؟ تكلفة هذه الحرب من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا كام؟ وبعد ما تحسبها حضرتك ونتخيل بنعمة الخيال كده، اضربها في 5. اضربها في 5 ليه؟ لأنه هو كان فيه 5 جولات، وكل جولة من هذه الجولات هناك خسارة 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 مادية وخسارة حضرتك اقتصادية وخسارة حضرتك بشرية أولهم طبعا وآخرها من الجانبين ومن المدنيين طبعا اللي ما لهمش أي ذنب، وخصوصا الجانب الفلسطيني طبعا لأن العدد الخسارة أكبر. طيب سؤال هنا بقى، هل يا شعب إسرائيل بعد الخمس جولات دول وهذه التكلفة اللي انتوا فيها وما زلتوا عايزين برضو بالعناد ان كنتوا تستمروا في هذه الحرب وإبادة الفلسطينيين، هل بعد ما تعملوا اللي انتوا عايزينه ده وتخلصوا من حماس انتوا هتعيشوا في أمن وأمان بعد الإبادة البشرية اللي انتوا بتعملوها دي وتصفية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية؟ هل هتعيشوا في أمن وأمان يا شعب إسرائيل بعد هذا الكم من التكلفة المادية والاقتصادية والبشرية؟ الإجابة أكيد لا. الإجابة أكيد لا. مليارات الدولارات في الخمس جولات، غير طبعا القتل من المدنيين من الجانبين، المليارات دي حضراتكم لو كنتوا اديتوها للفلسطينيين بطريقة أو بأخرى لقيام الدولة الفلسطينية يا شعب إسرائيل، كنا حضرتك دلوقتي بقى في قيام دولة فلسطينية، ابتدينا نعود أجيال جديدة على قيام دولتين يعيشوا في أمن وأمان وعدل. إنما استمرار هذا العند من الجانب الإسرائيلي للقضاء على الفلسطينيين وتهجير القصري والخيال اللي فيه 2 مليار مسلم مش هيسيبوك، مش هيسيبوك تنهوا تصفوا القضية الفلسطينية يا شعب إسرائيل. تم بدل القتل والهدم ومليارات الدولارات اللي بتدفع في القتل والحروب
ما تدوها للشعب بقى الفلسطيني بقيام الدولة بقى، ونعيش كلنا في أمن وأمان وسلام. هو ربنا سبحانه وتعالى مش ادانا مخ وعقل؟ طبيعي ان كنتوا هتستمروا بهذا القتل، هيجي أجيال ورا أجيال ورا أجيال تكرهوا أكتر. إلى متى هذا العند؟ إلى متى هذا العند للمجتمع الدولي اللي أكيد الخيال ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا عشان نتخيل، عشان نعيش أفضل، مش عشان نقتل بعض ونبيد شعوب في آخر استعمار في التاريخ كله. يا شعب إسرائيل، دي أنا كنت عايز بصراحة يعني أقولها بكل صدق من كل قلبي للمجتمع الدولي اللي طول الوقت واقف جنب جنب الطغاة. هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع تاني لحضراتكم.